امبارح كان معانا نموذج كابتن محمد فضل، نموذج للعيب كوره، اتكلمنا معاه وقرأه في حاجات كتير في كره القدم، وبحاول وبجتهد ان كل حلقه نوصل لنماذج رياضيه بتقول معلومه بتعبر عن شخصيتها، عن افكارها، عن احلامها، عن مشوارها علشان الاجيال الصغيره تتعلم. النهارده نموذج مهم ان احنا نسمع له، مهم ان احنا نتكلم معاه، نخش في افكاره وفي طموحاته، لانه نموذج للعيب كوره خاض مشوار كبير جدا في كره القدم، وكل محطه وقف فيها حقق فيها انجازات، بخلاف انجازاته مع منتخب مصر من 98 و2006 و2008 و2010، كمان مع الاسماعيلي كاس في 97، مشوار احتراف ورحله احترافيه في تركيا وبلجيكا خد فيها دوريات وكؤوس مع بشكتاش وفي بلجيكا، ثم محطه الى مصر في النادي الاهلي وبطوله افريقيا والمشاركه في كاس العالم للانديه، وبعد الاهلي الى الزمالك، واخيرا بطوله كاس مصر. الحقيقه لما نتكلم عن لاعب من سنة 97 بيحصد بطولات لغاية 2013، يبقى لازم نقف عند هذا النموذج اللي نسمع له ونقدره ونحترمه ونسأله كمان عن طموحاته وأماله بعد نهاية مشوار كبير في عالم كرة القدم نهاه قرر ينهيه. كابتن أحمد حسن، نجم مصر وكابتن مصر وعميد لعيب العالم، أهلا بيك كابتن. أهلا بيك كابتن، اهلا بيك وشكر ليك طبعا. ويعني زي ما انت قلت اكيد طبعا هو مشوار طويل، الحمد لله رب العالمين طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، وواحد اجتهد وتعب في النهايه ربنا بيدي لكل واحد طبعا اكيد بيجتهد وبيتعب. ويعني كان الواحد طبعا نفسه ان هو طبعا يكمل وان يحقق انجازات كتيره وكده، ولكن هي دي سنه الحياه. اعتقد ان الان الاوان ان انا انتقل من مكان لمكان اخر، ولكن برضه المكان الاخر اكيد الواحد هيسعى ان هو يساهم برضه في تحقيق انجازات ان شاء الله باذن الله. كنت مستني بطوله تنهي بيها المشوار واتحققت مع نادي الزمالك كاس مصر؟ لا، ما كانش ليه علاقه خالص الموضوع خالص. يعني ما كانش ليه علاقه خالص. هو طبعا انا كنت مستمر مع نادي الزمالك، ولكن طبعا يمكن موضوع المنتخب ده لما يعني اتعرض عليا ان انا اكون موجود، لان انا قلت كمان وانا بوقع نادي الزمالك الموسم الاخير، انا قلت ده الموسم الاخير ليا، اعتقد ده الموسم الاخير ليا. ولي اسباب، يعني الاسباب طبعا ان كان الوضع الحالي ما يساعدش خالص ان الواحد يعني المسابقه ما بتقامش بشكل منتظم، الدوري العام بقاله دلوقتي اكتر من موسمين ما فيش دوري عام، ما كناش بنلعب غير البطوله الافريقيه، واعتقد دي هي اللي سهلت ان الواحد ياخد القرار، لان طبعا اكيد قرار صعب طبعا البعد عن الملعب او انك انت تعتزل. انا كلمه حتى اعتزل مش قادر اقولها لان لسه لحد دلوقتي برضه انت مش بعت كوره لسه، يعني احساس كده انك لسه عندك يعني تقدر تلعب وتقدر بالظبط تشبع رغباتك في لعب كره القدم. موجود طبعا، موجود رغبه موجوده، وطبعا اكيد يعني كنت قادر ان انا اقدر اكمل موسم اثنين ثلاثه تاني لو انا عايز وكده، ولكن يمكن اللي سهل على الواحد طبعا الفتره الاخيره هي كانت فتره صعبه، كانت فتره صعبه على صحيح. الجميع، على الرياضه المصريه بشكل عام. يمكن انا وانت على طول في دايما صلات، وحاولنا ان احنا يبقى في اكتر من حاجه عايزين نفيد بيها الرياضه بعيد طبعا عن كره القدم فقط لا غير، ولكن حسيت اني خلاص يعني موسمين هيئوني ان انا اقدر اخد القرار في اي وقت. حتى الدنيا ما كانتش واضحه والرؤيه ما كانتش واضحه ان احنا هنرجع تاني او مش هنرجع، هيبقى في انتظام ما فيش انتظام. الدوري المفروض ان الطبيعي ان هو بيبدا في شهر 7 او في شهر 8 او في شهر 9، احنا النهارده داخلين على شهر 12 ولحد دلوقتي ما اقامش، ولكن الحمد لله طبعا يعني في قرار اتخذ ان الدوري هيقام وهيلعب تاني، فدي اعتقد اني ان شاء الله يكون مؤشر كويس. فكل الحاجات دي سهلت ان الواحد يقدر ياخد الخطوه دي، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون اخذت القرار الصح اللي ما ندمش عليه بعد كده. هو التوقيت طبعا بيحتاج، يمكن القرار هتاخده لكن مزبوط. التوقيت هو اللي بيبقى مشكله كبيره. سؤال يمكن يعني
مش يضايقك، بس هل ما وصلناش كاس العالم في البرازيل كان له شويه يعني خليك تقرب من القرار في اتخاذ التوقيت ده، انك خرجت من المنتخب وخرجت بزعل، وده احساس طبيعي، اي واحد بيخرج من المنتخب بيبقى زعلان، ودي كانت محطه وحلم انت كنت بتحلم بيه لو كنا وصلنا لكاس العالم. اكيد طبعا، يعني دي من ضمن الحاجات اللي يمكن صحيح. سهلت، لان انا طبعا اكيد كانت، يمكن انا حتى لسه كنت بتسال في احد كنت بعمل حوار في مجله، فبتسال ايه الهدف اللي كان نفسك تحققه ما حققتوش. قلت اكيد طبعا هو الوصول لكاس العالم، ده الهدف طبعا. انا كنت بسعى واتمنى، لان انا يمكن شاركت في كل البطولات سواء القاريه او المحليه. ايوه، وحققت يمكن كل يعني حققت بطولات في كل الانديه اللي لعبت ليها، ولكن الحاجه الوحيده اللي انا يمكن ما حققتهاش هي الوصول لكاس العالم، فده كان من ضمن الاهداف. اما موضوع المنتخب ان انا ما كنتش فيه واستبعدت لفتره طويله، زعلي لاني انا قعدت 17 سنه متتاليه او 18 سنه عمري ما استبعدت من منتخب مصر. صحيح. فده الشيء اللي كان الواحد بس زعلان عليه، لان المكان ده هو اكتر مكان انا ارتبطت بيه، هو اكتر مكان كنت بحس اني يعني بيتي، يعني المكان اللي انا مش غريب عليه هو المنتخب. ويمكن لما جالي او تعرض عليا ان انا اكون مدير المنتخب، خدت وقت على بال ما افكر، وخدت وقت على بال ما استشير الناس اللي حواليا، ان انا ما قدرتش اتاخر طبعا، لاني انا بحس ان المكان ده هو اللي عمل حاجه اسمها احمد حسن. المنتخب طبعا مع احترام لكل الانديه طبعا اللي لعبت ليها، ولكن المنتخب يعني موضوع مختلف بالنسبه لي. الحقيقه هكلم بالنيابه عنك، لان انا حاولت الاقي مبررات لبعد برادلي ما كان بيضم احمد حسن في المرحله الاولى استبعده، فكنت بحاول ادور على مبررات، فلقيت ان برادلي كانت اختياراته على مدار الفتره كلها فيها حاجات منطقيه طبعا، لعيبه لازم يختارها، وفي حاجات مش قادرين نحط ايه المعيار بتاع الاختيار. لعيبه كبيره في السن، موجود لعيبه كبيره في السن، لعيبه ما بتلعبش في انديتها خالص، ما لهمش دوري خالص، كان بيضمهم، كان في لعيبه رغم ان احمد كان مع الزمالك بيلعبوا افريقيا زي الاهلي وكان زي الاسماعيلي. طيب لعيبه محترفه وما بتجيش، لعيبه محترفه، لعيبه صغيره ناشئين بتنضم وهي ما بتلعبش مع انديتها، يعني ايه المبرر؟ ده سؤال كان لبرادلي وسالناه كتير سواء في الاعلام او بره، ما لقيناش مبرر لخروج احمد حسن من المنتخب، بصرف النظر عن ان احمد ما بيلعبش كل الماتشات، بيلعب فترات او في ماتشات، انما احمد كان بيلعب في مستوى مباريات افريقيا كان موجود، حتى لو بيشارك في فتره من ماتش، انما كان في ماتشات كتير كنا بنشوفه اساسي، جايز في فتره فيها اصابه لكن المصاب ما هو بيخف. فانا بالنسبه لي على المستوى الشخصي وبالنيابه عن احمد، الحقيقة ما كانش عندي سبب مقنع بالنسبة لي، وأنا أعتقد ومش عايز أخوض في دي، أنا عارف أنت مش عايز تثير دي إلا لو عايز تقول حاجة. لا خلاص، يعني هو أصل إحنا لو هنرجع للماضي يبقى مش هنبص إن إحنا، لا هو يعني تحليل بالنسبة لي كان يا أحمد مش أكتر. هو يعني هو طبعا أكيد طبعا مش لحضرتك وبس، هو كان تساؤل للناس كتير. صحيح. أنا كنت بلعب مع نادي الزمالك، والوقت اللي هو كان حتى الدوري فيه شغال، يعني حتى الوقت اللي كان فيه شغال فيه الدوري أنا كنت بلعب، وكنت بحرز أهداف، وكنت بأدي، وكنت بلعب في البطولة الأفريقية، يمكن إنما كنت بفوجئ إن أنا مش موجود، يعني إيه الأسباب؟ أنا يعني حتى ما كنتش ببقى عارف، مفيش شيء كان حتى يعني ده سبب الزعل الوحيد، إن أنا ما ببقاش عارف إيه السبب، يعني لو أنا الواحد بيبقى عارف السبب كان يبقى الأمور أهدى شوية، إنما هي زي ما حضرتك بتقول لو هو كان مساله عمل السن، طب ما كان في لعيبه كبيره موجوده، كان في لعيبه سنها برده مقارب مني كانت موجوده، انما ما اعرفش طبعا ايه الاسباب، ولكن خلاص هي مرحله وعدت. بالنسبه لي خلاص، يعني انا دايما حتى بحب ابص للماضي، يمكن بفكر في المستقبل، وده الاهم في الوقت الحالي. طيب هنقفل صفحه ممارسه واعتزالك لكره القدم بمباراه اعتزال، هل بتفكر انك تعمل مباراه اعتزال مع المنتخب اكيد، او اذا حبيت مع الانديه الثلاثه اللي لعبت فيها في مصر، اسماعيلي واهلي وزمالك، يعني هل عندك خطه لماتش اعتزال او لا؟ مفيش خطه، يعني هو مفي يعني انت عارف يا كابتن الموضوع كله جه في اسبوع واحد، يعني اسبوع 10 ايام انا كنت موجود في نادي الزمالك متعاقد لحد نهايه الموسم،
ولكن لما بدا يحصل التفاوض معايا او ان انا اسمي يطرح من مجلس اداره الاتحاد من الناس اللي موجودين في الاتحاد كابتن حسن فريد الناس كلها فبدا يحصل اني بدات ان انا كمان افكر في الموضوع وكده فما كانش في يعني انا ما كنتش حاطط في دماغي لسه ان انا ممكن اخد القرار دلوقتي بتاع الاعتزال يعني على الاقل كنت في نهايه الموسم لحد ما عاد ينتهي انما ما عنديش تفكير اكيد ان شاء الله باذن الله اتمنى طبعا ان انا اعمل مباراه اعتزال يعني طليق بالتاريخ الكبير اللي انا عملته ولكن ده مش دوري لوحدي اكيد طبعا ده دور الاتحاد المصري لاني دلوقتي انا يمكن حابب طبعا نكون من خلال المنتخب حابب ان تكون مباراه كويسه حابب ان تكون كمان مباراه يستفيد بيها المنتخب مش لازم تكون مباراه اعتزال فقط ليا يعني حاجه يستفيد بيها المنتخب ان ما كانش فخلاص يعني انا ما فيش يعني الموضوع بالنسبه لي يعني ما فيش فيه مشكله لاني يمكن لو هو هيبقى مباراه الاتحاد بيعملها كنوع من التكريم لتاريخ الطويل فانا اعتقد ان انا خدت بالمنتخب كتير قوي اكتر ما كنت اتمنى فانت مد ده شيء كويس من السهل اتحاد الكوره انه يقرر ان واحده من المباريات الوديه اللي هتقام على مدار الفتره القادمه وده موضوع هتكلم معاك فيه في اعداد المنتخب طيب بنقفل صفحه اللعب وبنفتح صفحه جديده اي لعيب كوره يا اما بيتجه لعمل خاص يا اما يتجه للتدريب للاداره انت قررت وده يمكن كنت اتكلمت معاك فيه من فتره هنعمل ايه كنت لسه مش مزبوط. عارف مزبوط. تدريب ولا اداره مزبوط. وبالتالي قرارك اخذته تبقى مدير للمنتخب المصري هو انا مش انا اللي اخذت القرار يعني هو انا اتعايد عليه القرار فلما استشرت الناس كتير حواليا انت عارف طبعا ان انا حابب اني يكون فني فيمكن لما يمكن اتكلمت طبعا مع حضرتك فيه وخدت رايك ورايي طبعا ناس كتير حواليا انا بثق فيهم يمكن انا حابب الاتجاه الفني طبعا ولكن يمكن لما استشرت ناس كتير حواليا بما فيهم حتى كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني للمنتخب لما اتكلمت معاه فقال ابدا مدير فني وانت واقف على ارض صلبه يعني معاك دراساتك معاك شهاداتك الدورات بتاعتك تاخدها وانا اقتنعت بالكلام ده وكده ويمكن لما اتكلم معاه كمان كابتن حسن فريد قال احنا حابين ان انت تكون في الجزء الفني ان انت مدرب وده احنا شايفينه فيك انما خد الفتره دي خد خبرات وعايز اقول حاجه بس هو مدير يعني مدير المنتخب او مدير الكوره هو بيبقى موجود برده في الملعب طول الوقت يعني بيبقى شايف ومتابع وحاسس صحيح. بالاجواء والكلام ده وكده يعني جزء مش جزء اداري فقط لا غير لان هو بيبقى فيه جزء فني فهي فتره طول ما المنتخب ماشي كويس هبقى متواجد معاه بنفس الشكل وانا بستفيد وباخد خبرات والكلام ده وكده وبتعلم وفيما بعد انا مش مستعجل الخطوه انا مش مستعجل الخطوه الفنيه ان شاء الله باذن الله هتيجي وقتها يعني الموضوع مش مستعجله انما في الوقت الحالي انا عندي دور ومهام هقوم بيها واديها لاني مهم جدا يعني المنتخب النهارده لما بينجح فده يعتبر نجاح لكل المجموعه اللي صحيح. موجوده الجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري فاعتقد ان الواحد برضه مش هيبقى اللي هو في جزء اداري فقط لا غير لا هو في جزء برضو انت بتتعامل مع لعيبه كناحيه نفسيه بتتعامل انت قاعد برضو بتشوف كناحيه خططيه بتتابع اي نعم ماليش تدخلات فيها ولكن بتكسب خبرات تانية بتكسب خبرات مختلفه انا اتعاملت مع مدربين كتير بس كنت كله من جوه الملعب ولكن الموضوع من بره الملعب اكيد بيختلف شويه انا مش مستعجل انا هسالك هنتكلم في تفاصيل اختصاصاتك وصلاحياتك تمام. جوه الجهاز ولكن معانا من المغرب إيهاب الخطيب يقدر يدينا أحداث اليوم مساء الخير إيهاب